اللهم صل على السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا أمد ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله والأحبة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة وهذه الحلة من حلل البريق التي تزداد إن شاء الله بالكلام عن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب هذا التعظيم كما وجبت محبته لكمال إيمان المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رحبوا معي في هذه السانحة الكريمة بالأستاذ الفاضل الشيخ الداعي إلى الله سبحانه وتعالى والباحث في التصوف الإسلامي الخليفة إدريس أحمد دفع السيد. مرحبا يا سيدي. أهلا وسهلا يا مرحبا. عليك ورحمة الله. كما رحبوا معي بإخوتي الأحباء عبد الرحمن وحمزة وإبراهيم أولاد حاج الماحي الذين طال عهدنا بهم وبتشريفهم لهذا الاستوديو، وطلبات المستمعين والمشاهدين كثيرة في استضافتهم. الحمد لله حظينا في هذه السانحة بأن يكونوا معنا في هذه الحلقة الخاصة، فأهلا وسهلا ومرحبا بهم. ونستهل هذه السهرة والسانحة والحلقة بسماع قصيدة مدحة، وإن شاء الله نتكلم مع سيدنا الشيخ أستاذ. تفضلوا. من حسارك عقلي تاه، الله يا نور الإله. من حسارك عقلي تاه، الله يا نور الإله. من حسارك عقلي تاه، ليلة يا نور الإله. من حسارك عقلي تاه، والله يا نور الإله. بسم الله يا رب يا إله، يا حي ويا خالق القيام. والله يا نور الإله، يا غائس الحوت في المياه. ومدح الرسول يبقى النلا، ليلة يا نور الإله. من حسارك عقلي تاه، والله يا نور الإله. ويا أسنت بنور الإله، الحب خلى عقل نترى. الله يا نور الإله، كون العظيم عند الله جاء. مدح العسل في كل فاء، بيبي يا نور الإله. من حسارك عقلي تاه، والله يا نور الإله. يا الكفو ينبع للمياه، بمسكم مدر الشياء. الله يا نور الإله، جسم بقى ضوء الجياه، ويخمص بعين الكرة. ليلة يا نور الإله، من حسارك عقلي تاه. الله يا نور الإله، للنور قبل آدم خمي، وخلق الإله منه العريش. الله يا نور الإله، لولاه لا كل فريش، يا أملاك ولا ناس لا وريش. الله يا نور الإله، حسارك عقلي تاه. الله يا نور الإله، لزهرات معاجر من نشاء، ويبرز سحاب قام مشاق. الله يا نور الإله، رياح يا خوي تدهشا، حرق القلوب زوج عائشة. الله يا نور الإله، سارك عقلي تاه. الله يا نور الإله، جابل البراج جبريل عيان، وقالت له يا سيدي الضمان. الله يا نور
جليلة كونك عظيم عظيم عند الله شان موهوب لك زين تلجنان الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال العظيم من الحبيب فوق استوى وسر صلى بالنبيان سوا الله يا نور الهلال والصخرة اللي صاحب اللواء تبعاه وقفت في الهواء الله يا نور الهلال زارك عقلك الله يا نور الهلال خرف طباقات السماء ولا ربنا يا وسلم الله يا نور الهلال الحق معه تكلم كون الحبيب الأعظم الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال في الرسل أنت مقدم والرسل لك متمم الله يا نور الهلال يا طه مروى مرواد العمى الكون بلاك مظلمة الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال والله يا شريك في الكون مثلك ما خلق الله يا نور الهلال واملى الرضا الماء المابد حميد ويرفى المساكين برفيق الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال في الجلسة يا مد طبيق وصافي الخلوق باقي الربيق الله يا نور الهلال ياهو العريض عريض في بن دريق يقول لولاه كنا بن الحريق الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال والله يا طاهر البضاع من شاف مثلك ما انسمع الله يا نور الهلال يزيد للهول والبدع فيك الفضل كل اجتمع الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال مسك طبيب يشفي الوجع وريقك يفوق عسل النقع الله يا نور الهلال نور الله فوق وجنك شلع وخمد البدر ليل الطلع الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال ساكت قعدنا بلا نفع لا يجيب ما الفوقكم طلع الله يا نور الهلال القديا يا رب السماء للخضر زوان أنت البقع الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال الحب باقي لي وجع يا أحلى المضام حرم رصع الله يا نور الهلال الناس تجيه من الترع وانا حالي سالم ما رجع الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال الحب باقي لي يروح يا احلى المقام حرم سطوح الله يا نور الهلال العام عليه الناس تروح وانا من قعادي وحالي نور الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال الحب باقي ليس ريب يا احلى المقام حرم لك الله يا نور الهلال الناس تسافر للحبيب وانا منه حابس للنصيب الله يا نور الهلال سارك عقلك الله يا نور الهلال مولانا يا محيي الضريع تعطينا
لنا سفرا باربي الله يا نور لينا نوصل مقام حرم الوريع في روضة مضاف هريع الله يا نور لينا ووصيك يا ابو مدقري الله يا نور ليلى نسوي مالك في الزريع وشرك العبوس في بين دريع الله يا نور ليلى بثارك عقلك الله يا نور ليلى لنا نفس دي ما بننصرع وفي هواها باقي في شريع الله يا نور ليلى كل من طلبتها تنخضع وتطلع لي مني فرع فريع الله يا نور ليلى بثارك عقلتا الله يا نور ليلى لا يا غفلة من حال الجنع وصيدان بتفل الوديع الله يا نور ليلى من حمدك الماء بشبع يحجبني مولاي بدريع ليلى يا نور ليلى بثارك عقلتا الله يا نور ليلى لا صلى صلاة انت سمع وسم السلام ينقطع الله يا نور ليلى توصل مقام وتضيع الدنيا وعقبها تنفي مئنا أمين يا نور ليلى انحسارك عقلتا الله يا نور ليلى صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا عين يا واحد الدهر يا عين الوجود ويا من لا يحيط به عقل ومعقول رزقنا الله الأدب في هذه الحضرة المحمدية وجعلنا من المعظمين لهذا الحبيب المحبوب وإن شاء الله سوف نتحدث عن وجوب هذا التعظيم لهذه الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار مع فضيلة الأستاذ الخليفة إدريس أحمد دفع الله فأهلا وسهلا مرة ثانية يا مرحبا سيدنا الخليفة مرحب. حياك الله بيك إذا أردنا أن نتكلم عن حقيقة تعظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ووجوب هذا التعظيم على كل البشر نعم من الموحدين من أهل القبلة الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الذات المحمدية حمد من عرف فلزم اللهم لك الحمد وحمد ذاتك لذاتك إذ لم يحمدك على الحقيقة إلا أنت جل جلاله نحمدك اللهم حمد أنبيائك ونشكرك شكر خواصك من أوليائك ونسألك اللهم أن تصلي وتسلم وتبارك رحمة المهداة والنعمة المسداة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا وسيد كل من لك عليه السيادة في الوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله خير آل وعلى أصحابه خير الأصحاب وعلى أمته خير الأمم ثم أما بعد إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجد خطير لذلك يحتاج إلى أدب رفيع من المتحدث ومن المستمع مع مراعاة انتقاء الألفاظ الذي تغرب أن تلغ بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن قدره صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى جل جلاله وهنالك إشارات في القرآن الكريم للتعظيم للذوات الفاضلة ككل وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام وكي نؤصل لهذه المسألة نقف وقفات عند بعض الآيات الكريمة نعم كقول الحق سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فنجد أن الحق سبحانه وتعالى أمرنا في محكم تنزيله بتعظيم غيره مع علمه بنا أننا لن نخلط بين تعظيمه وتعظيم غيره نعم حتى لا يكون أن هناك خلط في بعض الأذهان أن هنالك تعظيم الإله يختلف أو تعظيم المخلوق قد يكون هو عين التعظيم لله أو يكون في شيء من العبادة المنصرف لغير الله تعالى نعم فلما الحق سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم غيره وهي الشعائر فإذا نظرنا إلى هذه الشعائر عند أهل التفسير نجدها هي حجارة وبقاع
المزدلفة، منى، الحجر الأسعد، الحجر، المقام سيدنا إبراهيم، كل هذه المشاعر هي من الشعائر، بجانب البدن التي تهنى تهدى إلى الكعبة، هذه كلها وجب لنا أن نعظمها لأنها مضافة إلى الله، لأنها مضافة الله. إلى الله وأمرنا بتعظيمها. نعم، لكن لا نخلط بين تعظيم الحق وتعظيم غيره. نعم، لكن هنالك أيضا إشارات في القرآن الكريم. لما نجد عند النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله لمكة صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، وكان معه الخليفة الراشد الملهم سيدنا عمر الخطاب رضوان الله تعالى عليه، عندما مر بجوار مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام قال قولته المشهورة: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، يقول بعض المحققين: وفي ذلك إشارة للمحافظة على آثار الأنبياء وآثار الصالحين، وهذه من إشراقات وإلهامات هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. نعم، فلذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مصلى. طيب، نعم، نشوف هذا التعظيم لهذا المقام. نعم، ما هو حقيقته؟ نعم، في حقيقته هو حجر جيء به من جبل أبي قبيس، وكان يقف عليه أبو الأنبياء عليهم السلام سيدنا إبراهيم الخليل، ويناول سيدنا إسماعيل عليه السلام الحجارة يا ابن الكعبة. نعم، إذن هو حجر جاء من جبل أبو قبيس. نعم، وقف عليه أبو الأنبياء عليه السلام. نعم، فيبقى هذا الحجر الذي يمن الجبل، ووقوفه عليه السلام تغير هذا الحجر بمعناه من جبل أبو قبيس إلى حجر آخر. نعم، لتشرفه بوقوف أبو الأنبياء عليه، فأصبح هذا الحجر آية من آيات الله، بل أصبح شعيرة إسلامية. نعم، وقرآنا يتلى. نعم، وأعظم بقعة في الوجود يصلي خلفها مسلم. سلام، أعظم بقعة يصلي خلفها مسلم بأمر من الله، بأمر من اتخذوا الله، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى إذا كان هذا الحجر نادى هذه المزية بوقوف المعظم عليه، فكيف يكون المعظم الذي وقف عليه أعظم؟ ولا شك، ولا شك، ولا شك. طيب، كيف يكون عظمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك يسجد عندها العقل والحال ويقول وتطش العبارات. نعم، نعم، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه كشيء بسيط إشارة إلى مسألة. نعم، نعم، نعم. فإذا كان هذه الشعائر أمرنا بتعظيم، باب أولى أن نعظم الذوات الفاضلة، وعلى رأسها الأنبياء جميعهم، على رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن إذا جلنا في القرآن الكريم نجد أن خطاب المولى عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم كان يكون بصيغة التعظيم، يعني كما نعلم كلنا أنه لم ينادي في القرآن الكريم باسم مجردا. نعم، إما بيا أيها النبي، وإما يا أيها الرسول، وإما إذا أورد اسمه محمد رسول الله، محمد حتى ذكر الاسم ذكره بالتعظيم. نعم، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت إلى نهاية الآيات. نعم، لكن لما نجي نقف عند بعض الآيات الأخرى كقول الحق سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، هنا وقف في لفظة نشرح. نعم، بدأت بالنون. نعم، طيب لماذا لم يقل الحق ألم أشرح لك صدرك، بل قال ألم نشرح بصيغة المضارع المجزوم بلم. بلم، وبعدين النون دي ذاتها هي نون التعظيم. عجيب، هذه نون التعظيم. نفعل كذا. أيوة، لذلك قال العارفون بالله إن هذه النون لها ثلاث دلالات. سبحان الله. الدلالة الأولى تدل على عظمة المنعم الله سبحانه وتعالى، جل جلاله، وتدل على عظمة المنعم عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على عظمة النعمة نفسها، النعمة المفاضة من الذات الإلهية على الذات المحمدية. بارك الله. والنعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. كجعله خير الأنبياء وأمته خير الأمم. نعم، يشهد على الأمم لا تشهد عليهم أمة، حسنتهم بعشر إلى مضاعفة، سيئتهم إذا تاب تقبل إلى حسنة. كل هذه النعم المفاضة على الذات المحمدية هي من تفضل الحق سبحانه وتعالى إكراما عليه وعلى أمته، إلى هذه الأمة إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أيضا لما نجي عند قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترضى، لما لم يقل فترضى فأرضى؟ فأرضى، فيرجع الرضاء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كأن الحق سبحانه وتعالى يقول: يا حبيبي أن رضاي عنك ثابت أزلا، ثابت أزلا، ولكن حتى ترضى أنت بما أفرض عليك من المنح والعطايا والهبات. وهذا كله تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا التفخيم وهذا التعظيم
للنبي عليه الصلاة والسلام من الحق سبحانه وتعالى إشارة لنا أن نتخذ الله غدوة لنا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نزل قوله تعالى: ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فيبقى هنا التعزير هو الإجلال والإفخام والإعظام. نعم. فلا نقول اسم النبي عليه الصلاة والسلام مجردا إلا مسبوقا بالسيادة وبالصلاة عليه مع مراعاة الخشوع والأدب. ويا ليت الإنسان أنه يستطيع أن يكون على طهارة. لأنه إحنا يعني أئمة عظام كالإمام مالك رضي الله عنه كما نعلم. نعم. أنه إذا تحدث عن الحديث النبوي تطهر واغتسل وتطهر وتطيب ولبس يعني أحسن ثيابه وتعطر ويعني جاب العود والند في المجلس كله تعظيما وتفخيما. وحتى رضي الله تعالى عنه ما ركب دابة في المدينة ولا انتعل فيها ولا قضى فيها حاجة. الحرم المدينة كان شكله كان يكون في العوالي بعيد من حرم المدينة. وكل ذلك ما تعظيما وتفخيما لهذا السيد العظيم صلى الله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. الكلام في ذكر الآيات التي يعني اجتزأت منها جزءا يعظم الذات المحمدية، كذلك في بعض الآيات في القرآن الكريم ربما يفهم منا بعض الناس وبعض الشباب غير وجهها. كمثلا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، مثلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عبس وتولى، وهذه عفى الله عنك لما أذنت لهم، كأنما هي إما أنه فيها عتاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو يفهم منا في الظاهر أنها كأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ذنوب وأراد الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذه الذنوب مثلا. فما قولكم في هذه الآية؟ الحقيقة أنا كنت أتمنى أن هذه المسألة نفردها حلقة كاملة جدا، لكن نحن عشان نبدا عنها إضاءات بسيطة. نعم. يعني من تمسك قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبعد شنو؟ ويتم نعمته عليك. شوف أنت لما تنظر إلى منطوق يتم نعمته عليك. نعم. وتنظر هناك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وبعدين شنو؟ وما تأخر. كأن هنالك ذنوب سابقة غفرت وذنوب لاحقة ستغفر. لكن الكلام ده إذا مسكناه على ظاهره حيتناقض مع يتم نعمته عليك. كيف تكون الذنوب سابقة نعمة وكيف تكون لاحقة نعمة؟ هذا مو صحيح. هنا غفر أصلا في اللغة معناه ستر. نعم. أي سترنا عنك الذنوب سابقا وسنسترها عليك لاحقا، فلم تأتيها سابقا ولم تأتيها لاحقا، وهذا من تمام النعمة عليك عليه صلى الله عليه وسلم. والموضوع أنا يعني كنت أتمنى في حلقة لأنه يحتاج منا ما في مانع. لكن جداً. الناس يعني كده حتى لما تجي تمسك عبد الحق سبحانه وتعالى في والضحى مش كده؟ نعم. وجدك ضالا فهدى، فالضلال يعني فهدى، يعني أنت شوف وجدك ضالا فهدى، يعني تمسك كلمة الضلال في لغة العرب لها معاني عديدة كثيرة. نعم. يعني العرب تقول سرت في الصحراء فوجدت شجرة ضال. نعم. أي شجرة ليس بجوارها شجر. نعم. وهذه تناسب النبي عليه الصلاة كحاله أنه منفرد مستقوم لا يعرفون الله. نعم. خلاص. وهو من صغره كما نعلم وزيل عنه حق الشيش حظ الشيطان وكان يتحنث في جوار الحراء ويتعبد. نعم. أيضا الضلال في عند اللغة كما قال العارفون يعني هي الضلال في اللغة هي المحبة. نعم. في عند سيدنا يوسف تالله إنك في ضلالك القديم، أي في أنك محبتك العظيم ربك ليوسف. نعم. أي هنا قال العارفون أي الحق يحاطب الله عز وجل: وجدناك محبا لنا فجذبناك نحونا وخصصناك به رسالتنا الخاتمة. ده المعنى اليليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا يحتاج إلى الكلام عن عصمة الأنبياء. نعم. لأن عصمة. نعم. الأنبياء لا يأتون معصية لا ظاهرة ولا باطنة لا كبيرة ولا تخطر ببالهم على الإطلاق. حسنت. أي لأنهم الله أشارهم بقوله تعالى: إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فما طالهم من المصطفين الاختيار باختيار واصطفاء الله حق سبحانه وتعالى، فلن تجد المعصية إليهم سبيلا. حاشاهم. نعم. حاشا عليهم صلوات الله. نعم. وسلم أجمعين. نعم. طيب إذا كان وقفنا عند حد تعظيمه صلى الله عليه وسلم، موجبات هذا التعظيم ألا ينسحب على تعظيم كل ما يتعلق نعم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ صحيح. وفي حقيقة في مشكلة
يعني دائرة في الأذهان وفي الألسن وفي الكتب ومبسوطة ومطروحة وتكلم فيها كثيرا، مسألة أبوي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح. أنا قبل ما أدي دار أخط جزئية مهمة. فضل. لما نقف نقول النبي عظيم صلى الله عليه وسلم. لنا الحق في ذلك. كيف؟ لما ننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم. طيب إذا كان جزء الذات من الخلق. الذات النبوية وصفت بأن أخلاقها عظيمة، ألا تكون الذات عظيمة؟ من باب أولى. وقول الحق سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الفضل المفاد على الذات المحمدية يكون شنو؟ عظيم. إذن هو يكون شنو؟ عظيم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. نعم. أما المسألة بتاعت الأبوين، هذه مسألة بالمناسبة جد خطيرة وتحتاج منا إلى وقفات، وأنا من هذا المنبر يعني أوجه شبابنا على أن النصوص كما قال الإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني الحديث مضلة إلا للفقهاء. فنجب أن ينظر إلى هذه يقصد الحديث الحديث اللي هو الحديث. نعم. حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الثابت مضل إلا للفقهاء. نعم. يعني أنت الحديث ما تمسك حديث البخاري أو مسلم أو كتب السنة وتقول الرسول قال عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا قال الفقهاء عن الحديث الذي أنت تستشهد به. فالحديث الذي يدور عند الألسن والذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى دعاه قال إن أبي وأباك في النار. هذه الرواية ثابتة في صحيح مسلم. هي في روايتين وأباك وأبيك جاية في. نعم. الرواية الثانية اللي هي يرويها معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. قال أين أبوك؟ قال حيث مررت بقبر كافر فبشره بالنار. لم يقل أبي. نعم. إذن نحن هنا قدام روايتين، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، معمر عن ثابت عن ثابت عن أنس. هنا في إشكال في حماد بن سلمة. حماد بن سلمة وإن كان ثقة عابدا ولكن له مناكير. نعم. وهذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري. نعم. وقال السيوطي في أفراد الأفراد بعض الأفراد الذي انفرد به مسلم عن البخاري فيها بعض المناكير. لذلك البخاري تحايد حماد بن سلمة ولم يخرج له حديثا في صحيح. أما معمر فقد اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب هنا عندنا مشكلة الآن. نعم. عندنا الأدب مع صحيح مسلم والأدب مع الرجال الكبار لا بد منه طبعا. وماذا نقول؟ هنالك إشكال يحله الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال شو بيحقق آية أصولية أو قاعدة أصولية. نعم. بيقول إذا كان هنالك حديث صحيح خلاص. نعم. عارضته أدلة راجحة أرجح من الصحيح. نعم. خلاص. نعم. قدم الراجح على المرجح وأول الصحيح. يعني عندنا قاعدة في الإمام الشافعي. نعم. إذا عندنا حديث صحيح. نعم. يعني حديث معمر وبعدين مع القرآن هيجب على القرآن مع حديث معمر اللي هو أصح من حديث حماد. نعم. إذا عندنا حديث صحيح وحديث أصح، فالشافعي يقول إذا تعارضوا الاثنين خلاص يقدم الأصح ويؤول الصحيح. نعم. قاعدة أصولية نناقش فيها هذا الحديث. نعم. فلذلك لما تجي عند قول الحق سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل راجح. ما في شك. دليل شنو؟ راجح. راجح. لأن حتى المشركين بيقولوا يعني حتى لو يوم القيامة أرسلهم رسول يجوا القيامة يقولوا شنو؟ قال ربنا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم. فيبقى دي حجة. نعم. فلذلك إرسال الرسل لإقامة الحجة. نعم. فلذلك يقول العلماء شنو؟ لم يجعل الحق سبحانه وتعالى أي من عدله وكرمه لم يجعل علمه بعواقع عباده حجة. نعم. وإنما أرسل الرسل لإقامة الحجة. سلام. فيبقى أبوي النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتهم رسول. نعم. كانوا في الفترة كانوا في فترة. فلذلك لما جاءهم رسول
قالوا أبعث الله بشرا رسولا، إلى قوله تعالى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا. فلذلك لما نجد الكفار يخشوا في النار الملائكة بتسألوا ألم يأتكم نذير؟ قالوا بجلا بلى قد جاءنا وكذبنا. إذا ما جاءهم نذير، إذا نحن عندنا حديث مع القرآن الكريم وحديث مع مريم يتعارضان مع حديث حماد ابن سلمة. هنا تجي مسألة التأويل. التأويل نجي لمسألة الأب في لغة العرب تعني شنو؟ نعم. العرب بيصرفوا كلمة الأب للعم وللجد. نعم. ويمكن هذه المسألة في البادية عندنا حتى في الشمال يقول لك والله أبوي فلان لعمه، جد يقول له أبوي فلان. صحيح. ما يقول جدي. نعم. ولا بيقول عمي، أبوي فلان وعمي كده. عادة. فبقت عادة. وحتى في القرآن لما سيدنا يعقوب سأل بنيه ما تعبد من بعدي؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل مش كده؟ وإسحاق ويعقوب. طيب. السائل منه؟ الأبناء؟ لا، السائل من الأنبياء من هو؟ سيدنا يعقوب مش كده؟ نعم. نعم. طيب. سأل بنيه وقال آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسحاق. طيب تعال. إسحاق عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام ديل أخوان. نعم. أولاد منه؟ أولاد سيدنا إبراهيم. إبراهيم عليه السلام. وسيدنا يعقوب ولا سيدنا منه؟ إسحاق عليه السلام. نعم. فيبقى قالوا آبائك، فسموا جدهم ده. نعم. لأبوهم. نعم. سموه شنو؟ أب. وسموا العم كذلك أب. نعم. وسموا الجد أب. نعم. يبقى هنا في هذا الحديث الأب معني أبو طالب وليس معنى أبو عبد الله عليه السلام. هنا الأب معنى. فلذلك أنت لما تجي في السيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مهاجره إلى المدينة عندما جاءوا إلى راهب البحيرة الراهب. نعم. فقام سأل سي أبو طالب وقال له من هذا؟ قالوا منك؟ ابني. قال ابني. قال ليس ابنك. ما يجوز، ما يجوز لهذا أن يكون أبوه شنو؟ حيا. يبقى هذا يعني كانت عربي تقول لي ولده. نعم. ولدي. نعم. وكان يقول شنو؟ أبي. يبقى إذن هذا الحديث يعني مؤول، مؤول تأويلا. والآية بذاتها يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مؤيدة لحديث تتفق مع الحديث بتاع معمر. نعم. ويبقى هذاك الحديث شنو؟ يبقى أول. نعم. نعم. دي مسألة الأول. بعد إن شاء الله كمان نرجع لمسألة. طيب. الأم إن شاء الله. طيب إذا نحن نروح برضو عن المشاهدين والسامعين في السماع المزيد من مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام من أخواننا الأحباء ولا حاجة الماهي. تفضل. على الرسول يا غم ما دمت صل يا بشرى من حجة في مسور وصل على الرسول يا غم ما دمت صل يا بشرى من حجة في مسور وصل على الرسول يا غم ما دمت صل يا بشرى من حجا في مسور وصل على الرسول يا قوم ما دمت صل يا بشرى من حجا في مسور وصل يا مولاي عبيد خاب مما حصل أخرجه من أحوال النقصل يا بشرى من حجا في مسور وصل عش من عساه يكون عمل اتصل يدرج مع السابقين القبل صل يا بشرى من حيا في مسر وصل على الرسول يا أبو ما دمت صل يا بشرى من حيا في مسر وصل هل أل حليه بإلى أنوارك من تحل حليه بإلى أنوارك من تحل مع وفدك المكرم بالباب حل يا بشرى من حجا في مسور وصل
وغايد زينو عنه يا بارح اللوم ينشر مديع على خير الناس حلو يا بشرى من حيا في مسر صلوا يا على الرسول يا ابو ما دمت صلوا يا بشرى الآل مولانا جل جلاله يصطفى مولانا جل جلاله يصطفى وأشرف بطون وصلى بصها النفال يا بشرى من حجى في مسر وصل حتى لعام الفيل تم احتفاله وفجد شر أبراه والنصر فاله يا بشرى من حيا في مسر وصله يا على الرسول يا أبو ما دم صل جبين عبد الله نور مغطى وجميع نساء الحي قبطه ضبط يا بشرى من حجى في مسر وصل ويوم حمل نبيه ساخط النساء اخطى ولد ذكور صغاط من غير ابطاء يا بشرى من حجى في مسر وصل يا على الرسول يا أبو ما دم صل يا بشرى من حجى في مسر وصل هل آل ميلاد في مكة البرز انجي أبو وذاكر بعاد وصفه وذاكر عجائب يا بشرى من حجى في مسر وصل يا خبر السروار في الحار ركض النجايب يا خبر السرور في الحار ركض النجايب يا والخير يمين وشمال درا وجايب يا بشرى من حجى في مسر وصل على الرسول يا أبو ما تصل يا بشرى من حجى في مسر وصل على طب الأمين جبريل شرقا وغربا في حلة من نور بعدا وغربا يا بشرى من حجى في مسر وصل أسياء ومريم سارة وحواطر أسياء ومريم سارة وحواطر يا والحور في أحسن زيك كاس حب شيربا يا بشرى من حجى في مسر وصل يا على الرسول يا أبو ما دمت صل يا بشرى هل آل نزل الطيور جنات الخلق صافا وكذلك الأملاك بالحجر حافا يا بشرى من حجى في مسر وصل يا زهر النجوم خرق بالنور لافا وبوادر الأعراف للعين كافا يا بشرى من حجى في مسر وصل ويا على الرسول يا أبو ما دمت صل يا بشرى من حجى في مسر وصل هل آل ما ودعوا الرحمن وما قلاه وألبسه من تجام فخر حلاه يا بشرى من حجى في مسر وصل يا
به عن عباد الهم والغم جلاه به عن عباد الهم والغم جلاه صلى عليه وغال صلوا على يا بشرى من حجا في مسر وصل يا على الرسول يا روح ما تصل يا بشرى من حجا في مسر وصل لعنه الحديث مسنود احمد نبي عنه الحديث مسنود احمد نبي فخر الأوالي الحاذ الأفضلي يا بشرى من حجى في مسر وصل يا أنا أجلي أسغى من صلى علي يا أنا أجلي أسغى من صلى علي عند الله له مضامات علي يا بشرى من حجى في مسر وصل يا على الرسول يا ما تتصل يا بشرى من حجى في مسر وصل هلا من معجزات نقول بعض الجلائل ما جابه التنزيل والفي الدلائل يا بشرى من حجى في مسر وصل من أيه ونذكر طرق الغلائل ويكفينا غال عاشا بعض الحلائل يا بشرى من حجى في مسر وصل على الرسول يا أبو ما تتصل يا بشرى من حجى في مسر وصل الليلة يا رب عن أصحاب وآل أرضا الحب هم حتى ممت علينا فرضا يا بشرى من حجى في مسر وصل واجعل به لنا عندك حسن غرضا واعرض علينا من الرحمات عرضا يا بشرى من حيا في مسر وصل ويا على الرسول يا ابو ما تتصل يا بشرى من حيا في مسر وصل الليل وصل يا قديم الزاد حي وباقي وعلى نبيك ملا السبع الطباقي يا بشرى من حجى في مسر وصل وزنب بشريعة بها لا يصير الباقي يا زنب بشريعة بها لا يصير الباقي واجعل مع السابقين له استباقي يا بشرى من حجى في مسر وصل ويا على الرسول يا أبو ما من حجى في مسر وصل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم سلامك الذي سلمت عليه حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين يا رب العالمين واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين الشاربين من حوضه إن شاء الله. ما زلنا في الحديث مع سعادة الأستاذ الخليفة إدريس أحمد حسيد وتكلمنا عن والد المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدي عبد الله وكذلك أظنه حتى مسألة الوالد يعني كلمة الأب تنسحب على العم كما قلت أو الجد وآزر أبو سيدنا إبراهيم كذلك أظن بعض المفسرين نعم مسألة آزر على آزر هو أيضا ليس بوالد سيدنا إبراهيم عليه السلام نعم والدليل على ذلك أنه يعني وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه نعم إن إبراهيم لأواه حليم هذه المسألة كانت أيام ألغي في النار أيام النمروز ابن كنعان نعم
ثم بعد ذلك جاء وهاجر بعد سنين طويلة إلى مكة. نعم. وقال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إلى قول تعالى اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم فيبقى ذلك أيضا كان وإذا كان يعني نعم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين لو أصل كان منع من الاستغفار لوالديه لما ما كان هو قال لي والدي خدت أمه وأبو الاثنين مع بعض بعدين حنجي لجزئية مهمة أستحقه نحن كمدخل للأم نعم. لأنه أيضا الأم زي ما عرفنا إنما سلمت عليها السلام نعم لكن سيدة آمنة نعم أنت لكن لما انتزع عند قبل الحق سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اتفق المفسرون من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه النور النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من ساجد إلى ساجد إلى أبيه عبد الله عليه السلام نعم. وفي هذه الآية يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام طاهرة. الطاهرة إذن لما نقف عند مدلول الألفاظ النبوية لم يزل الله ينقلني إذن هنالك ناقل وهنالك منقول وهنالك منقول فيه نعم. فالناقل هو الحق سبحانه وتعالى نعم. والمنقول هو النور النبوي المحمدي نعم. والمنقول فيه هو آباء النبي عليه الصلاة والسلام وأمهاته إذن النور لا بد أن ينتقل في طاهر لأن الحق يقول إن المشركين شنو نجس نعم. فلذلك من عند قول الحق سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة في الحديث إن الله ما أخذ الأرض لإبليس نعم. فلم يزل فيها في حديث وارد إن لدل فيها سبعة أو ما فوق يعبدون الله فلا يمكن الذي يقول إني جاعل في الأرض خليفة خلاه لإبليس لما قال إمام مالك رضي الله عنه يعني ما دام للشيطان ولي فللحق ولي في الأرض إلا أن يرسل الله الأرض ومن عليها فأتي أنت حتى في آخر القيامة لما تقوم الساعة لا تقوم في الأرض من يقول الله نعم مش كده نعم. فلذلك الأرض ما أخليت من قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة جعلت لإبليس فلا بد أن يكون هنالك من هم موحدون يعبدون الله إلا أن يرسل الله الأرض ومن. فكانوا هؤلاء الموحدون لله تعالى والعابدون هم آباء النبي الذين انتقل فيهم النور المحمدي إلى سيدنا عبد الله عليه السلام نعم. هذه مسألة أما مسألة الأم نعم. فورد فيها حديث أيضا في صحيح مسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته لأستغفر لها فأذن لي يعني استأذن فأن أزور قبرها فأذن لي نعم. فزور القبور فإنها تذكركم الموت نعم. هذا الحديث وارد بهذه الصيغة في صحيح مسلم نعم. رضي الله عنه نعم. من 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 ظاهر اللفظة ظن بعض الناس أنه أيضا أم النبي عليه الصلاة والسلام في النار ولكن هنالك إشكال النبي عليه الصلاة والسلام طلب الاستغفار لأمه وطلب الزيارة لأمه هنالك سؤال يطرح نفسه وبالإجابة عليه تحل الإشكال نعم اللي هي مسألة طلب الاستغفار وطلب الزيارة متى كان متى كان طيب أيهما الأسبق هل هنالك كان نهي من الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ينهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لمشرك أو يقوم على قبره ولا ما فيه فيه نعم. طيب متى كان طلب الاستغفار والزيارة هذا هو السؤال ومن هنا تحدى الإشكال جزاك الله خير فطلب الزيارة كان من منصرفه من حجة الوداع وكانت الآيات في سورة التوبة وسورة التوبة تقرأ موجودة نعم إذن طلب الاستغفار وطلب الزيارة طلب مع وجود النهي وليس هنالك بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله حاشا الله حاشا حاشا إذن طلبه هذا لا بيكون لا يعارض النهي لا يعارض النهي إذن والدته ليست من المشركين لأن الآية صادفة في رسول محمد هناك نعم. يعني الوارد الآية عن الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين نعم ذاته واستغفر لذنبك وللمؤمنين نعم. لو هو ما يعرف أنه أمه عليه السلام من المؤمنين ما كان طلب الاستغفار حاشا على الإطلاق حاشا لأن رسول الله لا يضارب القرآن لا حاشا مش كده فيبقى تشوف النهي في القرآن يقول شنو القول العظيم أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم خلاص نعم. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله ليه ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله يبقى العلة شنو كفروا بالله ورسوله السؤال هو هل والدي النبي عليه الصلاة حضراء النبي وكفر به لا
يبقى إذن العلة هنا تنتفي. نعم. ما حد لأن قال شنو؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. إذن لا يشملهم. نعم. لأنهم لم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله عليه السلام مات وهو في بطن أمه. طيب ربما يقول قائل يقول طيب خلي الرسول عليه السلام كفروا بالله. من هم؟ أبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو العلة في أنه ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله. طيب الرسول لم يبعث ولكن هل هم على ملة قوم كانوا كافرين بالله سبحانه وتعالى؟ هم أساسا ما لما هم لما حتى الرسول لما بعث في الكفار بعدها مجينا الدليل حتى لما بعث فيهم الرسول هم استغربوا أبعث الله بشر رسولا متعجبين. نعم. إنه كيف ربنا يرسل بشر رسول كان يرسل ما الملك. سمعنا بهذا ما سمعنا في أبائنا الأول ما سمعوا. إذا ما كان عليهم نبي ولا كان عليهم شنو لكن نحن نعتقد جازمين إن أبوه كان مؤمنا موحدا بالله موحدا ما في كلام له هذا النور لا ينتقل إلا في موحد. حسنت بس هي دي لا بد ينتقل الله قال كده. نعم. لذلك تقوم وتقلبك في الساجدين. بعدين من باب الأدب مع حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يعني نتكلم في أبويه بأنهما من الكفار ومن المشركين وأنهم من أهل النار. أيوة. بالله ده دي 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 حتى بعد الأدلة دي وكذا والحمد لله نعم. دامغة نعم. لكن حتى من باب هذا التعظيم والحب دي بعد ما ننتهي من الجزئية دي حنجيب راجع العلماء في الكلام اللي قلته. طيب العلماء قالوا فوق شنو؟ نعم. يبقى إذن عدم الاستغفار وعدم الزنايدية لأنه شنو كفر بالله ورسوله. نعم. العلة الثانية ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقوم على قبره إنهم مالهم كفروا بالله ورسوله وهو وقف على القبر ولا وقف وقف وطلب وقال ولا وهنا في نهي قال شنو وحتى في آية ولو كان من الغربة نعم ما يقف عليهم نعم يبقى إذن العلة ما موجودة فلذلك المنع. طلب الاستغفار علة المنع هي الكفر بالله وبرسوله ما موجود وإلا لما كان طلبها صلى الله عليه وسلم ما في علم خاصة وأن الآيات واضحة أنزلت على قلبه وأنزلت عليه لا. وهو الذي بلغها الناس بلغها الناس ثم بعد ذلك طلب ثم بعد ذلك جاء طلب الزيارة وطلب شنو الاستغفار نعم لكن بعض العلماء يقول هو طلب خلوه على أبي يستغفر لها ليه هو قال فيها جزئية ظريفة قالوا عشان ما تكون ذريعة لناس تاني يقوم يستغفر لأمهات وأبائهم كانوا ماتوا في الجاهلية هذا ما يقصد بباب سد الذريعة مثلا أي بس لكن أما إذا كان في كافر واضحة إنه ما يضيف على قبر الكافر نهائيا لأن الآية صريحة في ذلك نعم. يعني إذا ما في تعارض بين هذا والحديث المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يعني ما في تعارض ما في تعارض ما إحنا الحديث لما نجي نفهمه يعني والزيارة بتد الزيارة كيف وطلب ليه وهل كان في نهي ولا ما كان في نهي فالقرآن بيورينا إنه طلب الزيارة مع وجود النهي لعلم النبي عليه الصلاة والسلام بمقاصد القرآن ما في علم منه عليه الصلاة والسلام طيب لما طلب هذه المسألة طيب عندما طلب الرد من الله سبحانه وتعالى كان شنو هو قال له يعني قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي خلاص وأن أزورها فأذن لي هنا ما في إشكال ما طالب في طلب زيارة أدوه الزيارة هناك ما في نهي ما يقف عليه غير الكافر ولا أغلب المشرك ولا يصلي عليهم مش كذي نعم. لكن أدى الزيارة ليه معناها لا كافر لا مشرك وإلا لما أعطاه الزيارة أما عدم الاستغفار قد يكون هي عمل الشن طفت عمرها 18 سنة سيدة آمنة أيوة عليها السلام 18 سنة عمل الشن يعني يمكن من باب أنه هي ذاته ما في شيء يستغفروا له يستغفروا له نعم بالأدب الكبيرة وبعدين يا مولانا إحنا كحق ناخذ حتة ظريفة ولطيفة نعم بالله يا مولانا نعم نحن الآن بإجماع العلماء على أن القبر الشريف البقعة التي ضمت الجسد المقدس نعم هي أفضل بقعة في الوجود إشارة الحديث حينما انتقل عليه الصلاة من الرفيق الأعلى تحير الصحابة أين يدفنون نعم فحديث سيدنا أبو بكر الصديق عنده رواية وعن سيدنا علي عنده رواية رداها للسنن والمصنفة على أنه قال يدفن حيث غبط فإن الله لم يغبطه إلا في أحب البقاع إليه إلى الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه هو أحب الخلق إليه إذا لابد أن يغبط في أحب البقاع إليه فلذلك شرف المكان بالمكين بالمكين فلذلك هذه البقعة قالوا أشرف من العرش وأفضل من الكرسي ومن الأفلاك ما في أعظم لأنها ضمت منه طيب الله يقول لي بربك البطن الذي حواه ونمى فيه وترعرع فيه وتغذى من دمه إلى خرج من الوعاء يكون شنو ما كان ضماه ما في شك والله هذه مسألة تحتاج مننا إلى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يعني نراعي سيرته
ونحن نتمنى إن شاء الله إذا كان أفضل لنا حلقة أن نتكلم عن البشرية النبوية، هل هي البشرية المتبادلة إلى الذهن أم هنالك بشرية أخرى؟ أيضا برضو تحتاج إلى حلقة كاملة. نعم. لأنه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وغرس هذه التعظيم والمحبة في نفوس المسلمين هي السبيل الوحيد للخروج هذه الأمة إلى ما عليه السلف الصالح، ما في حال غير ذلك، فلا بد من التعظيم. نعم. فلذلك يعني لما نجي نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم بأدب. يعني أنت لما نجي نمسك حديث البخاري الذي يرويه عروة ابن مسعود الثقفي حينما كان أرسل أيام وفد صلح الحديبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافد قريش وذلك لم يكن مسلما. نعم. فبعد ما عمل الصلح رجع إلى قومه ماذا قال؟ أي قومي لقد جئت كسرى في ملكه والنجاشي في ملكه وقيصر في ملكه فلم أرى ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. نعم عليه الصلاة والسلام. كان لا يحدون النصر إجلالا، كان يناكس الرؤوس، ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها بلغ من جسده. أيوه هذا التعظيم. حتى التفافة، يعني أنت لما تجي أن التفافة دي النخامة لما تطلع من الفم الشريف يتمسح بها ليه؟ لأن هذه التفافة يا إخوان هي أعظم تفافة خرجت من أعظم فم قال الله. وحق نحن ذاتنا عشان يعني شوف تفافتنا نحن البشر الكعبين ديل تدعو إلى التقزز. نعم. حقه كانت بتاعت المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لا يقولوا نخامة، ولكن ورد الحديث ورد كده. نعم نعم. لكن هي 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 ما المسك ما الكافور ما 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 نعم نعم يعني يستشفى بها ويتبرك بها. لكن لما فليكن الحديث نجد القائل هو عروة بن مسعود. نعم نعم. قال هذه العبارة. نعم. ولم يقل. نعم. الإسلام بعد. نعم نعم. لكن نحن شاهدنا بهن التمسح بها، لأن هذه النخامة ويبتدرونها يعني كأنما يتنافسون في من الذي يحظى. حتى في صحيح البخاري زي ما قال خرجت بفضل الله عليه وسلم فضل الوضوء. نعم. فقال يعني الناس كانوا خارج الخيمة فابتدروا كل واحد عايز يشرب شوية. قال ومن لم يدرك أخذ من بلد صاحبه المالك مسح من الدخول مسح. هذه يعني التعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يا مولانا. حتى كان يعني أنت الآن لما تجد مثلا تعظيم الجمادات للنبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم الحيوانات، تبذير النباتات، يعني دي كلها مسائل كانت بتعظم عليه الصلاة. يعني شوف لما نجي النبي عليه الصلاة والسلام يقف على جبل أحد ويقف معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. نعم. ثم يتحرك الجبل. لماذا تحرك الجبل؟ مع هناك في جبل تحرك بسيدنا موسى وجماعته. نعم. هناك رجف فتين. دي قال بتاع سيدنا موسى رجفة غضب أحد لتشرفه بوقوف سيد الأنبياء وخير أصحاب عليه. ولو لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لحد لرغص طربا إلى يوم القيامة. سبحان الله. هكذا قال. سبحان الله. وكل من لتعظيم هذا السيد العظيم صلى الله عليه وسلم تعظيم الجمادات. حتى السيدة عائشة كانت تحكي كان داجن في البيت داجن. نعم. يعني أول هو إما دجاج وإما سخلة وإما حاجة كده صغيرة حاجة مستأنسة في فإذا دخل على سلم يعني سكن تعظيما وتأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. يبقى هذه الحيوانات تتأدب، يبقى نحن حق والله نتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونتأدب أيضا مع كل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من آثار ومن أبناء ومن غيره إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليه. عليه الصلاة. نعم. والسلام. عليه الصلاة. طيب هل هذا يعني ربما يقودني إلى السؤال عن بين الفرق بين التوسل والعبادة؟ لأنه برضو أظن إن شاء الله في 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 نعم. في حلقة كاملة. نعم. نعم. ولكن كتقدمة للأمر يعني برضو نجد من يتحدث في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله للرفيق الأعلى، فكأنما يحتجون بأن هذا التوسل يقود إلى عبادة ولا من هذا الباب. هو عشان نتحدث عن هذه المسألة التوسل والعبادة بينهما وبين شاسع في اللغة. عبادة شيء والتوسل شيء آخر. فلذلك العبادة لا تتعدى عبدت الله لكن توسلت إلى الله. الله. لا بد تعدى بحرف. نعم. دي نمرة واحد. نعم. يعني ما في علاقة بيناتنا. نعم. أقول عبدت الله لكن توسلت ما بقول توسلت الله. لازم تتعدى لا بد تتعدى بحاجه. نعم. مش كده؟ فيبقى التوسل شيء والعباده شيء اخر. لكن نحن نتمنى انه لكن ما في مانع احنا يعني ندي اضاءات صغيره. حديث اذا استعنت فاستعن بالله.
وشوف سيدنا عبد الله بن عباس، شوف إذا استعنت فاستعن بالله. هو دائما الناس الخطر البتر في الأحاديث. يعني هذا الحديث أنا أتمنى للزول لو يقرأ من أوله إلى أصل هذه البيئة، فما يبتر الحديث. فإنت لما إذا جبت أول الحديث حينسف ما يقولونه نسفا. كيف؟ إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. بهن. إذن هنالك نفع نسب إلى الكلمات. نعم. مش كده؟ نعم. هنالك نفع نسب إلى الكلمات. نسب إلى الكلمات. لأنها خارج عن من لا ينطق عن الهوى. لكن نحن أيضا يعني برضو نحن ضعفات. شوف لما نقول يا غلام إني أعلمك، وفي كلامي ورواية يا غليم إني أعلمك كلمات ينفعك، احفظ الله يحفظك، تحتاج إلى وقفة. احفظ الله في منهجه، احفظ الله في منهجه، في منهجه. نعم. يحفظك الله ليه؟ هنالك في آية تشير إلى هذا المعنى، وهي قوله تعالى أوفوا بعهدي. أوفي بعهدي، أوفي موازنة، مع أنه وفاء منا طبعا يعني لا أبدا يقاس بوفاء الله. قالوا إذا كان هذا العبد مع ذلته وحقارته أوفى بعهد الله فمبارك بالله، باب أولى. فلذلك لما أنت تحفظ الله يحفظك الله. دائما الناس يقولون أنت وصلت هذه المرتبة يتوسل بك أنت ذاتك. أحسنت. سألت فاستعن بالله. والاستعانة ذاتها يعني الاستعانة ذاتها بالأسباب ممنوع إذا كان الحق سبحانه وتعالى يعني أقام كونه على الأسباب، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به حدائق، مش كده؟ نعم. هذا المولى عز وجل ما قادر ينبت بدون موية؟ جل جلاله. لكن نزلنا الموية عشان يعلمنا التعامل بالأسباب نحن. نعم. فلذلك الإنسان لابد أن يسعى. فلذلك أنت لما تجي في القصص القرآنية عند قول الحق سبحانه وتعالى إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مدلول لفظة غير ذي زرع معناته هذا الوادي ينعدم فيه الماء. نعم. وينعدام الماء انعدام الحياة. حسنت. كده؟ نعم. فلما يخط السيدة هاجر ابن عليه السلام في هذا المقام فتسأله السيدة هاجر هذا المقام يعني رأيا رأيته أم أنزلك الله إياه، فتسأل فيقول أنزل ليه، لأنه تسأل ليه، لأنه من عدام الحياة. لمن تركتنا يعني؟ لمن تركتنا يعني؟ هنهلك لأنه ما فيش موية، ما فيش أسباب الحياة. نعم. فيقول يعني هذا أمر الله يعني. فتقول إذن لا يضيعنا ولا يسلمنا انصرف راشدا. اللي حصل شنو بعد كده؟ فينصرف سيدنا إسماعيل عليه السلام. نعم. ثم تجلس في ظل الكعبة فيشتد بها العطش وبوليدها المبارك عليه السلام. ماذا فعلت؟ تحركت عجز الكعبة ثم طلعت إلى ربوة وهي الصفا، نظرت يمنة وشمانة علا تريا مغيسا أو ماء. نعم. فلم تجر، ثم نزلت إلى الوادي اللي هو الصفا، الوادي بين الصفا والمروة، ثم طلعت إلى لبوة أخرى وهي المروة. المشهد هذا قد تكرر سبع مرات. بقى شعيرة، مش بقى شعيرة، شعيرة بآثار الصالحين أصبح ركم أركان الحج لأنه مش عليها صالح. نعم. فتأتي ويقال إنه في روايتين إنه سيدنا جبريل عليه السلام نزل فحرك جناحه فنبع الزمزم. نعم. وفي رواية إنه سيدنا إسماعيل حرك برجله البسيط فحركته. نعم. طيب هنا في شنو؟ السيدة هاجر تحركت مع الأسباب فلم تعطها الأسباب. فيئس من الأسباب. لجأت إلى مسبب الأسباب. فلذلك برجعت إسماعيل. إذن يقول شنو؟ على الجوارح أن تسعى وعلى القلوب أن تتوكل. فإذا تعطلت الأسباب فرب الأسباب موجود. الله أكبر. فلذلك أنت لما تمشي تزرع عندنا حتى في الشمال أو في أي منطقة زراعة، الزول بيحرط وطاته، يجيب التقاوي السمح، يجيب الأسمدة ويزرع وتشيل الأججرات، ينسف ال... مش كده؟ نعم. الآفات. فتقول شنو؟ بالحق الحمد لله رب حق الله وشارك. نعم. فده العبد الصح. نعم. أنت هنا بتتعامل مع الأسباب، لكن شنو؟ أنتم تزرعونها بشنو؟ نحن زارعون. أنت ما تقول أنت زرعتها، بيزرع الله، أنت عليك الفعل، ولكن شنو؟ الزارع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. شنو؟ رمى. فيبقى هذه المسائل التعامل الأسباب لا تنفي. نعم. لكن المسألة بتاعت الاستدلال بحديث الغار دي برضو تحتاج لجزئية صغيرة كده. نعم. التوسل بالأعمال يعني. التوسل بالأعمال. التوسل بالأعمال هذا الحديث يعني لما دخلوا الثلاثة أنفار الغار ونزلت الصخرة. نعم. فقالوا ما ينجيكم شنو إلا كل واحد يعمل شنو
الصالح الأول قال عمله عمله, عمله, عمله أصلا فقام عمله. الأول قال عمله الصخرة شنو ارتفعت قليلا طلعوا لا لسه كمان ما طلع قام الثاني قال شنو عمله الصالح برضو شنو كمان شوية ما طلع لما قال الثالث شنو انفرجت كلها يبقى هنا تعدى عمل كل من إلى الآخر يعني استفاد من أعماله مع بعضه يبقى هنا في حصل استفادة ما طلعت عمله صحيح لكن أيضا هنا في سؤال السؤال هو شنو هنا بين أصل مسألة المسؤول والمسؤول به نعم المسؤول الله جل جلاله المسؤول به العمل الصالح نعم طيب من الذي رفع الصخرة الله جل جلاله الله من العمل الصالح الله جل جلاله الله جل جلاله نعم إذن الوسيلة لا تفعل الفاعل الله نعم إذن إذا الإنسان بيعتقد إن الوسيلة هي اللي بتفعل هذا هو الشرك اللي بيفر منه الناس ويقع فوق دي واحدة اثنين من الذي يستطيع أن يقول عملي صالح متقبل وأنا أتوسل به يعني يضمن ذلك من يضمن إذا كان المولى عز وجل يقول في قوله تعالى الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم رب رجل السيدة عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هؤلاء الذين يزنون ويسرقون قال لا يا بنت الصديق هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويخافون ألا يقبل منهم العبد دائما وأبدا بين الخوف والرجاء مخلصون في خطر عظيم مخلصون في خطر عظيم فيبقى الناس اللي بيتذرعوا بالتوسل بالأعمال الصالحة ما فيها دليل لهم لأن ما تسأل عن أجزم حتى السيد الخطاب رضوان الله تعالى عليه نعم في لما جاء توسل ما قال اللهم أنا الفاروق فرقت بين الحق والباطل فأنزل المطر ولو قالها لا نزل يا سلام وللخط من الخطاب من الأعمال الصالحة لو وزع واحد على أهل الأرض لأدخلهم الجنة الله أكبر مع ذلك كان رجلا ورعا نعم كان بين الخوف والرجاء نعم فهمت يبقى المسألة بتاع الأعمال الصالحة ليس فيها دليل للتوسل وحتى الحديث عجزه في الآخر لم يقل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فتوسلوا بأعمالكم الصالح ما قال فيبقى هذا الحديث إن شاء الله نتمنى أنه تكون في حلقة كاملة عشان نحن نتحدث في هذا الموضوع بإسهاب نعم يعني هو حتى كما تفضلت سيدنا الشيخ في 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 إسناد الأعمال وفيه شفاء للناس مثلا العسل لكن الشفاء من الله سبحانه وتعالى مولانا دي برضو بتحتاج المولى عز وجل أحيانا يعني ينسب الفعل له ثم ثاني نفس الفعل ينسبه إلى غيره نعم فلذلك يقول العارفون من يريد الله به خيرا خلق فيه ونسب إليه سبحان الله يخلق فيه وينسب إليك الفعل نعم يعني أنت لما تجي مثلا يعني عند سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أريني كيف تحيي الموتى سيدنا إبراهيم يعرف أن الله يحيي الموتى نعم لكن هنا الإراءة شنو مش الإراءة بالعين لا الإراءة هنا أي أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يرى كيفية سريان يعني الروح في الميت يرى كيفية الإحياء مش يعني الله عارف بيحيي لكن من زي ما بقول الميكانيزم بتاع يعني هو ذلك يعني من علم اليقين الى عين اليقين اراد ان يشاهد هذا المنظر سلام. فلذلك امر يعني بذبح طيور خذ اربعه من الطير فصورهن اليك ثم على جبل نعم قيل سبع جبال قسم عليهم وبعدين قالوا جاب الروس جنب هنا خدتاهن بعدين حصل شنو ثم ادعوهن ياتينك السعي قالوا كيف يحيينا ثم ادعوهن فخلق الله سبحانه وتعالى في النداء الإحياء مادة الإحياء مادة الإحياء فنسب إليه أدعيني تخليني أما أنا فأحيي دي ما داري من حاجة فيبقى مسألة الخلق والنسبة دي مسألة تحتاج أيضا إلى وقفات وفي آيات كثيرة من الفعل كده ومر الفعل كده مسألة يعني يعني ودي إن شاء الله برضو تحتاجنا لشنو لوقفة طويلة تحتاجنا لبرنامج كامل مسألة نسبة الفعل إلى الخالق ونعين الفعل إلى المخلوق نعم موجودة في القرآن مليان وفي الأدلة موجودة إن شاء الله فلذلك أنت حتى لما تجي تتوسل بالعمل الصالح نعم طيب بالله العمل الصالح طلع من ذات صالح ولا من ذات فاسدة من ذات صالح لا شك وإلا ما كان سمي بالعمل الصالح إذا طيب حتى لو خدتين السؤال أنا مثلا عندي عمل صالح نعم ده العمل مغرر بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيوم أعظم عمل النبي النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى المقارنات نعم يعني أنت لما ترتفع بعقلك على أنه هذه غير محتاجة إلى مغالطة بعد أنه صلى الله مضمون وأنا عملي ما مضمون سيد بكر الصديق مضمون ما مضمون سيد عمر مضمون ما مضمون نعم فأنا الشيء عندي مضمون مفيد
أنا أتوسل وأتوسل إلى من أقول اللهم إني أسألك. نعم. اللهم إني أسألك. إذا المسؤول هو الله. نعم. مسؤول ومسؤول به. نعم. فأنت لما تشيل محل العمل الصالح المسؤول ده خذ فيه النبي عليه خذ فيه الصالح خذ فيه كده. المسألة ما. وحتى التوسل بالذوات الطاهرة وبالصالحين يعني مثلا بأصحاب البيعة في حنين. نعم. ده مش ده شاهد على موجود انه يعني موجود يا مولانا كل المسائل ده موجوده لكن زي ما قلت لك تحتاج مننا شنو الى اعداد كامل ليها ان شاء الله وان شاء الله احنا يعني نتكلم فيها باسهاب لان برضه بتخش في تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام بمشيئه الله آه. طيب اذا احنا نستمع في هذه السانحه الى المدحه ان شاء الله الثالثه والاخيره ونختم معك الحلقه ان شاء الله تفضل يا مشايخ يا مراد قوم الله لك اشفى الغموم غير شبابي مرادهم الله لك اشفى الغموم غير شبابي مرادهم الله لك اشفى الغموم غير شبابي والله لك أشفى الغموم يا أخواني مدة ما أنوم في جوفي تتراد الهموم والله لك أشفى الغموم من حين استيقظ وأقوم ويتذكر بيا أهل عموم الله لك أشفى الغموم عيب شبابي مرادكم والله لك أشفى الغموم يا فمي فوه ورم النظوم ويا صدري كالمزمار الزوم الله لك أشفى الغموم يا قدم سير ودع العزوم ما عندي لها الحب لزوم الله لك أشفى الغموم عيب شبابي مرادكم والله لك أشفى الغموم يا فم فوه وارمي النظوم يا صدري كالمزمار يزوم الله لك أشفى الغموم يا قدم سير ودع العزوم ما عندي لها الحبل زوم الله لك أشفى الغموم يا شبابي مرادكم الله لك أشفى فالمقداف وعوم الله لك أشفى الغموم إيش حالنا أنا المسكين وبوم فد نفحة تبقى لي شموم الله لك أشفى الغموم إيش شبابي مرادكم الله لك أشفى الغموم يا ودوني في حرم اللحوم يا واشكي له يا عسقوم الله لك أشفى الغموم ما جاه معتذرا بلوم إلا كشف عنه الهموم الله لك أشفى الغموم عيب شبابي مرادكم الله لك أشفى حرم اللحوم يا واشكي له يا عسقوم الله لك أشفى الغموم ما جاه معتذرا بلوم إلا كشف عنه الهموم الله لك أشفى الغموم عيب شبابي مرادكم الله لك أشفى محمد القرش الشريف
مصطفى بكم عفيف الله إليك أشفى الغبوم في الحشر يوم الناس تقيف ولولا العصاة كان التهيف الله إليك أشفى الغبوم مصطفى الله إليك أشفى الغموم اليرضى من ذنبه تعفى يا بقول مشى الهفى الله إليك أشفى الغموم عيب شبابي المراد قوام الله إليك أشفى العبد الله عبد المطلب هاشم الماء بتغليب الله إليك أشفى الغموم سيماهم الكر كر في الحريم مال بلنا فوق ضريب الله إليك أشفى الغموم شبابي المراد قوام الله إليك أشفى العبد منافي ابن غصي ابن كلاب يا سادة سيء الله إليك أشفى الغبوم مر كعاب ابن لؤي وبن غالب الكرخ اصمك اي الله إليك أشفى الغبوم يا شباب المراد قوام والله إليك أشفى الفهر وما غد أتى والنضر بعد كنانة الله إليك أشفى الغبوم خزيمة مدرك يا فتى أول ياس مضرك مسبتا الله إليك أشفى الغبوم يا شباب المراد قوام والله إليك أشفى من بعد مع وعدنا به تم العدد الله إليك أشفى الغبوم منها هنا هذا المعتمد ولا آدم يختلف العمد الله إليك أشفى الغبوم يا شباب المراد قوام والله إليك أشفى العاقب الذكر نسب ومقصود يا سيد الحسب الله إليك أشفى الغموم في الدنيا فيل خذ ما احتسب والآخر حاز وبكم كسب الله إليك أشفى الغموم عليك ما حصم وسحبا علي الأرض وخصم الله إليك أشفى الغبوم أحيا به العيش والقصم وتشفي العظيمات والعصم الله إليك أشفى الغبوم شبابي مرادكم والله إليك أشفى الغبوم صلت عليك ما حصل وسحبا على الأرض وخصم الله إليك أشفى الغبوم أروى به العيش والقصم تشفي العظيمات والعصم الله إليك أشفى الغبوم عيب شبابي مرادكم الله إليك أشفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن شيخ حمزة وشيخ إبراهيم. وشوف سبحان الله هم ذاتهم يعني حاجة العاقب وحاجة الماهي. يا اسمع المصطفى عليه الصلاة والسلام العاقب والماهي.
الله يجزيكم خير. يعني سرد السيره ذاته يعني انا برا انه حاج المحرز الله عنه العاقب يعني شوف النسب ده ما النسب موجود ما يهودا بعدين يعني بالمناسبه في 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 هنا لطيفه دقيقه كده. الرسول عليه الصلاه والسلام تفتكر ممكن يفتخر بمشرك يقول انا ابن عبد المطلب المشرك الكافر؟ ودي عبد المطلب كان فيها نكته اصلا. هم الناس بيضحكوا يقول لك في ناس مع عبد الرسول وعبد النبي كيف يقولوا كلام؟ طيب النبي أيوة. افتخر قال انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب. المطلب ده كان الله المطلب لا ابدا يمكن بس هيدي والمطلب اسم من اسماء الناس وعبد المطلب وكمان يقول انا ابن عبد المطلب. دي واحده. والثانيه انه هل يعزو نفسه وهو الرسول الاعظم ماحي الشرك والضلال الى انسان ضالع يقول انا ود فلان ده الكعبة عشان لله فابونا عليه السلام يوم اكد العلماء قالوا شنو؟ نعم قالوا من قال ابو يا سلم في النار فهو ملعون لقوله تعالى ايوه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. ودي تجول القضيتين عكرمه ابن ابي جهل نعم. رضي الله تعالى عنه نعم. لما دخل الاسلام اذاه الناس يا ابي فاشتكى اصلا قال شنو؟ لا تؤذوا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء نعم. فلذلك اذا كان ده ابو جهل فرع هذه الامه منع الصحابه من سبه نعم. اكراما لسيدنا اكراما لولده ايضا دره بنت ابي لهب نعم. حينما هاجر المدينه يعني النساء كانوا يؤذنها يا بنت حماله الحطب هكذا نعم. نعم. فشكت فقالت يا رسول الله اما ورد الكفار وغيري أم هو الكف ما بالك؟ قالت لقد آذاني أهل المدينة اللي في أبوي. قال إذا صليت الظهر فالظهر معنا فصلي حيث أراك. طيب. فلما صلى طلع المنبر قال أيها الناس ألكم نسب وليس لي نسب؟ قالوا حاشا. فغضب عثمان قال فوق سيدنا عمر قال أغضب الله من أغضب رسول الله. نعم. شوف هذه أغضب الله من أغضب رسول الله. من أغضب رسول الله. يبقى إذن أي زول خش في النسب النبوي حيأذي النبي عليه الصلاة ويكون شنو؟ وغضب الله. لا يا لطيف. وغضب رسول الله يغضب له الله. يا لطيف. قال هذه درة بنت عمي. فلا تقول لها إلا خيرا. يا سلام. فده يبقى مراعاة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. نقول أخوانا عشان عين نكرم ألف عين. يا سلام. أيوة فلذلك إحنا لا يمكن نحن والحين إذا كان أبو جهل لا تؤذوا الأموات. نعم. الأحياء بسب الأمش الأموات تسبوا الأموات تؤذوا منه. الأحياء. ونحن عندنا صلى الله عليه وسلم حي. نحن كمسلمين. يا سلام. عندنا سيدنا النبي حي. نعم. حياته برزخية. نعم. مش كده حياته برزخية موجودة. نعم. نعم. يسمعنا ويرانا ويطوع عليه أعماله وله من الأعمال ما لا علم إلا الله. نعم. فهمت؟ ومع ذلك لما تؤذيه ما يسمع. سنتا. ثم ثانيا يا مولانا السؤال هو ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ بما تخدم هذه الأمة هذا الكلام؟ لما أطلع منبر أقول أبو في النار أبو في النار ما الذي يعني نقدم به للإسلام بهذه العبارات؟ بتخيلوا أنه ده هذا إحقاق للحق يعني بالرغم من عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الله لا يحابي أحدا لأحد صحيح. هكذا افتكروا حتى الآن البرزنجي الذي ذكر في هذه المتحف يعني هو ذاته عنده نجاة أبي طالب ما في كلام يعني ابو طالب اللي انت قبل اوردت انه هو في ضحضاح من النار في النار هو طبعا حتى يعني حتى دي جزئيه يعني اذا كان ده نعمل مقارنه بين ابو طالب اللي هو العم وليس الاب وبين سيدنا عبد الله الاب الاصل نعم. فلما نجي سيدنا العباس يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابو طالب كان عمه وكان يحوطك وكان يدافع عنك نعم هل نفعته بشيء؟ تساله هل نفعته بشيء؟ نعم. قال هو في ضحضاح من النار اي اقلها نال عذابا نعم. ولولا انا شوف سيدنا النبي نعم عليه الصلاه والسلام ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار يبقى اذا كان ده الذي حضر الرساله في ظاهر ولم يؤمن وكان اقلها النار عذابا يبقى له كان شنو يبقى باولى ما في شك يبقى هذه مسائل حق الناس يعني تحكم العقل فيما تقول نعم. ونحن كمسلمين الان والله ما محتاجين الى هذا الشيء اللي يعني اللي بيحاول يقلل عظمه الناس في نفوس الناس نحن نحب ان نؤصل تعظيم ومحبه الناس في قلوب الناس عندنا اطفال قايمين وعندنا شباب قايمين نحب ان نؤصل هذه المساله فيهم يعني لان والله لها دور عظيم جدا في تزكيه النفوس نعم لها نعم. دور في تزكيه النفوس ولها دور عظيم جدا في رسم حركه الانسان في الحياه فلذلك يعني المحبة ما لعب العظم والتعظيم ما لعب مولانا ما في شك ما في كلام يعني جزى الله عنا سيدنا محمد خير الجزاء
وجعلنا الله وإياكم أيها الأحباب الكرام من المتبعين نهجه والواردين حوضه الشريف وخدام جنابه العالي آمين والمتأدبين في حضرته صلى الله عليه وسلم والمعظمين نسبه الشريف العالي والذين لا يخوضون في مثل هذه الأشياء، وإن كان إذا تركنا هذا الأمر للعلماء هم الذين يعرفون مباحثه. والله أنا حتى أرى أن العلماء عليهم أن يهتموا بالذات في هذه الأيام بغرس المحبة والتعظيم، وأن الأشياء الخلافية بتجيب التناحر وتجيب التباغض والناس يبعدوا. جزاك الله خير، خاصة وأنه في نحن في أيام مبارك وفي شهر مبارك وفي شهر معظم، يعني الناس تركز في تأصيل محبة الله وسلم في نفوس المسلمين إن شاء الله. جزاك الله خير سيدنا الأستاذ الخليفة إدريس أحمد دفاع السيد، وجزا الله عنا إخوتنا الأحباء عبد الرحمن وحمزة وإبراهيم، وجزاكم الله خيرا أيها السادة المشاهدون، وحتى نلتقي بكم إن شاء الله في معين آخر من هذه العذوبة التي تنساق إن شاء الله في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعظيمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في الصف السالم، ولا تنسونا في دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.